تميرة البينية تحظى بالفعل تمام. قول الفينال يا خليج عبد الله السالم من افتتح للخليج مشوار الأهداف في هذه البطولة. أول أهداف الخليج كانت من أمام الباطن في الدقيقة 80، عبد الله السالم حينها ظهر وضرب، والآن عبد الله السالم في 6 دقائق فقط تكفي الخليج بأن يظهر بأن يضرب بأن يسجل بأن يسعد الجماهير الخلجوية. لكن وسط جماهير اتحادية غفيرة تحضر في هذا اللقاء تشاهد هدف أول جميل ورائع، تشاهد هدف أول مباقت جداً للاعبين فريق الاتحاد، وبالتالي عبد الله آل سالم يكرر السيناريو بالنسبة للخليج.